كومبيو يدعو للإبقاء على حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران والرئيس الإيراني يؤكد لأمير قطر أن بلاده لن تكون المبادرة لأي نزاع في المنطقة أوروبا تدعو أطراف النزاع الليبي للالتزام بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لهدنة تسبق استئناف المفاوضات حصيلة وفيات كورونا حول العالم تجاوزت حاجز المئتي الف وفاه نشرة الأخبار من قناة اي 24 نيوز أهلا بكم يتظاهر المئات في مدينة تل أبيب احتجاجا على ما يعتبرونه تدمير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسس الديمقراطية ومحاولة ضرب الجهاز القضائي من أجل الإفلات من محاكمته بتهم الفساد وأفادت الشرطة أن أكثر من ألف شخص يتواجدون في ساحة رابن في مدينة تل أبيب وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بعد تظاهرات الأسبوع الماضي والتي شارك فيها ثلاثة آلاف شخص احتجوا علي ما أسموها بالصفقة المشبوهة بين نتنياهو وزعيم كحول فان بينيغانتس لتشكيل حكومة طوارئ ونبقى في الشان السياسي الاسرائيلي وبعد ان توصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم كحول فان بيني جانتس على البدء باجراءات الضم للمستوطنات واجزاء في الضفه الغربيه في شهر تموز القادم حذر الامين العام للامم المتحده توني غوتيريش من التوجهات والمخططات الاسرائيليه جاءت تحذيرات غوتيريش في رده على رساله الامين العام لجامعه الدول العربيه لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والتي حتى فيها الأخير الأمم المتحدة على التصدي لخطط إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية دعا وزير الخارجية الأمريكية مايكي بومبيو إلى تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران بعد شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل وذلك عقب إعلان إيران إطلاقها قمرا اصطناعيا عسكريا وطالب الوزير الامريكي الامم الملتزمه بالسلام ادانه تطوير هذه التكنولوجيات 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 والاتحاد من اجل احتواء خطر البرنامج الصاروخي الايراني ودعا الاتحاد الاوروبي لمعاقبه الافراد والكيانات التي تتعاون في هذا البرنامج مع طهران ونبقى في الشان الايراني وفي سياق متصل اكد الرئيس الايراني حسن روحاني لامير قطر تميم بن حمد الثاني خلال مكالمه هاتفيه ان بلاده تراقب عن كثب الانشطه الامريكيه لكنها لن تكون البادئه ابدا لصراع في المنطقه أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبأ اليمنية بمقتل وجرح أعداد كبيرة في صفوف قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال عملية واسعة لقوات الحوثيين. وأعلن المصدر عن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على معسكر اللبنات والتلال المحيطة به عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمديرية الحزم شرقي اليمن. وذكرت الوكالة أن طائرات التحالف السعودي. شنت ست غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وخلفت أضرارا مختلفة يأتي هذا القصف بعد يوم واحد من إعلان التحالف السعودي عن تمديد وقف إطلاق النار وحدي الجانب لمدة شهر إضافي وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة إلى طرفي النزاع في ليبيا يدعونهم إلى هدنة إنسانية ومن ثم إلى استئناف محادثات السلام وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن أوروبا تضم صوتها إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته إلى هدنة إنسانية يأتي هذا البيان بعد تصاعد حدة التوتر بشكل كبير خلال الأيام الماضية ونشوب معارك على عدة جبهات في غرب البلاد وفي محيط العاصمه طرابلس وسط تقارير متضاربه حول صحه الزعيم الكوري الشمالي ارسلت الصين فريقا مكونا من خبراء طبيين لتقديم المشوره بشان حاله كيم جونغ اون الصحيه وذكرت مصادر مختلفه ان الوفد يتراسه عضو كبير باداره الاتصال الدولي في الحزب الشيوعي الصيني وأن هذه الإدارة هي الهيئة الصينية الرئيسية التي تتعامل مع بيونغ يانغ وأوضحت وكالة رويترز أنه لم يرد لم يرد أي لم يرد أي تعليق رسمي من قبل الحزب الشيوعي ومن وزارة الخارجية الصينية افادت بيانات جديده نشرتها جامعه جونز هوبكنز الامريكيه تسجيل اكثر من 82 الف اصابه جديده بالفيروس في العالم لتقترب حصيله الاصابات الكليه من حاجز الثلاثه مليون حاله وبلغ اجمالي الوفيات العالمي اكثر من 200 الف حاله. اكدت منظمه الصحه العالميه انه لا يوجد اي دليل على ان المتعافين من فيروس كورونا لن يتعرضوا للوباء مجددا وحذرت المنظمة في بيان من إصدار شهادات أو جوازات تمنح الأمان للمتعافين وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر انتشار الوباء مرة أخرى وكان مدير منظمة الصحة العالمية دروس جيبريسيوس أكد أن التخلص من الفيروس في العالم لا يزال بحاجة لوقت طويل لا سيما أن غالبية الدول لا زالت في المراحل الاولى من مواجهه الوباء بعد تعافيه من الاصابه بفيروس كورونا سيعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لممارسه عمله بشكل طبيعي بدءا من يوم الاثنين المقبل وفقا لما ذكرته صحيفه ديلي ميل البريطانيه واشارت الصحيفه الى ان عوده رئيس الوزراء ستكون بشكل تدريجي وانه لن يمارس مهامه بشكل كامل خلال ساعات العمل الطبيعيه يتالى التطور وسط مخاوف وضغوط من مقربين لجونسون نتيجه تاثير الفيروس عليه وانه ما زال يعاني من ضعف عام في جسده في سياق اخر تخطت وفيات كورونا في المملكه المتحده حاجز العشرين الف شخص قال وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فاران ان فرنسا تهدف الى اجراء نصف مليون فحص لفيروس كورونا خلال الاسبوع في حال تم رفع الاغلاق عن البلاد. جاءت اقوال وزير الصحة خلال زيارة لاحد المختبرات في العاصمة باريس وفي وقت سابق اعلنت فرنسا البدء بتخفيف اجراءات الاغلاق في الحادي عشر من مايو ايار المقبل اريد ان نكون في وضع يسمح لنا باختبار كل من هو بحاجه اي الاشخاص الذين يعانون من الاعراض والاشخاص الذين كانوا على اتصال بهم لذا فان الاولويه هي لهؤلاء الاشخاص. قال وزير الماليه التركي براءه البيرق ان قيمه الخطوات التي ستتخذها الحكومه التركيه لدعم الاقتصاد في مواجهه جائحه كورونا بلغت 200 مليار ليره اي ما يعادل 29 مليار دولار. وكان الرئيس رجب طيب اردوغان قد اعلن عن تخصيص 100 مليار ليره لدعم الاقتصاد وكذلك ارجاء مدفوعات الدين وخفض العبء الضريبي في بعض القطاعات حذر الرئيس الايراني حسن روحاني من احتمال استمرار جائحه كورونا الى العام المقبل وقال روحاني على بلاده ان تتخذ اجراءات اقتصاديه تاخذ بالحسبان استمرار الوباء حتى اذار مارس القادم هذا وعبر مسؤولون ايرانيون عن خشيتهم من حصول طفره جديده في الاصابات بفيروس كورونا واعلنت وزاره الصحه الايرانيه عن تسجيل 76 وفاه اضافيه ما يرفع الحصيله الاجماليه في البلاد الى 6000 و650 وفي اجراء سابق سمحت السلطات الايرانيه بفتح الانشطه بشكل تدريجي رغم التحذيرات من قبل مسؤولين من حدوث موجات جديده للاصابه بالفيروس مع حلول شهر رمضان المبارك تستمر إجراءات الإغلاق في العديد من الدول العربية والإسلامية لرأى انتشار فيروس كورونا شائحة حرمت الكثير من الطقوس الدينية والاجتماعية أستودعكم مع هذه الصور من مختلف الدول العربية والإسلامية